قتلى وجرحى بانهيار مطعم وسط العاصمة بغداد. تفاصيل جديدة حول ما حدث بين نجل الوزيرة المصرية والقتلى. منع مخرج أفلام من المرور على سجادة كان بسبب حذائه. هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم من قناة العربية، فأهلا بكم. في حادثة مروعة هزت العراق، قتل 4 أشخاص وأصيب آخرون بعد انهيار مبنى مطعم مكون من 3 طوابق وسط العاصمة بغداد وعدد من الزبائن داخله. مصادر أمنية قالت لموقع سومارية نيوز المحلي إن فرق الدفاع المدني أنهت مهامها في البحث عن ناجين بعد انتشال كل الجثث من تحت الأنقاض، مشيرة إلى أن خبير الأدلة باشر عمله لمعرفة أسباب الحادث، فيما أفادت مصادر لقناة العربية بأن تسرباً للغاز أدى لانفجار داخل المطعم ما تسبب بانهياره. بعد اعتقاله للاشتباه بتورطه في جريمة قتل بأمريكا، كشفت المعلومات الأولية في حادثة نجل الوزيرة المصرية نبيلة مكرم أن الشرطة وصلت إلى مكان الجريمة ووجدت رامي إلى جانب جثتين. وسائل أعلام أوضحت أن الشرطة تلقت اتصالات تفيد بوجود شجار داخل شقة بضواحي كاليفورنيا قبل أن تصل وتجد جثتي الضحيتين ونجل الوزير الذي كان يعاني من إصابة طفيفة، فيما أفادت تقارير أخرى بأن التهم التي يواجهها رامي تتجه كلها إلى إدانته، إذ وجهت له اتهامات بالقتل واستخدام أسلحة ومحاولة تضليل السلطات رغم إصابته في المشاجرة التي تسببت في الحادث. بعد اتهام الشركة ببيع بيانات المستخدمين الشخصية، قضت محكمة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بتغريم تويتر 150 مليون دولار. شبكة بي بي سي أوضحت أن مسؤولي إنفاذ القانون اتهموا تويتر باستخدام بيانات المستخدمين بشكل غير قانوني للمساعدة في بيع الإعلانات المستهدفة، فيما أظهرت وثائق المحكمة أن لجنة التجارة الفيدرالية ووزارة العدل اعتبرتا أن الشركة انتهكت اتفاقاً أبرمته مع المنظمين بعدما تعهدت بعدم إعطاء معلومات شخصية مثل أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني للمعلنين. إلى فرنسا هذه المرة، حيث قال المخرج الكندي كالفن رادفيرز إنه منع من المرور فوق السجادة الحمراء في مهرجان كان لأنه كان يرتدي حذاء تقليديا من نوع موكاسا. المخرج الذي ينتمي إلى مجتمع ديني للسكان الأصليين ونشأ في الأقاليم الشمالية الغربية لكندا، أوضح لشبكة سي بي سي أن أحذية الموكاسان تعد إلى حد كبير من الملابس التقليدية والرسمية لدى أفراد ثقافات كثيرة في كندا، مشيرا إلى أنه التقى بكبار مسؤولي المهرجان بعد ساعات من الحادثة الذين اعتذروا منه ودعوه إلى انتعال حذائه التقليدي على السجادة الحمراء في اليوم التالي. في خبرنا الأخير، دخل رجل أمريكي موسوعة جينيس بعد نجاحه في تناول 3 حبات فلفل حارة جداً من نوع كارولاينا ريبر خلال زمن قدره أقل من 9 ثوان. الرجل الذي يدعى غريغوري فوستر تمكن من تحطيم الرقم القياسي السابق المسجل باسم الكندي مايك جاك والذي بلغ أقل من 10 ثوان. ال10 ثوان، فيما تصل شدة حرارة فلفل كارولاينا ريبر إلى نحو 1.6 مليون درجة على مقياس سكوفيل، أي ما يعادل 330 ضعف شدة حرارة فلفل الهالوبينو الشهير.